أمس كنا في تفاعلكم كمان نقلنا لكم الأخبار اللي كانت بتقول إنه إعصار دانيال في طريقه لمصر، وكان في تحذيرات والخبراء ومنهم ضيفنا أمس طمنوا إنه قوة الإعصار قلت والخطر على المناطق المصرية مو كبير، لكن المصريين لما شافوا مياه البحر في بورسعيد تحولت للأخضر بالتزامن مع الإعصار خافوا وتساءلوا لو في علاقة بين الاثنين. السلام عليكم يا جماعه، يا ريت يعني حد يفهمنا ده ايه ده بالظبط، ده ايه ده بالظبط، يا ريت حد يفهمنا، اللي بيفهم او اللي عارف او المتخصص في المجال ده يقول لنا ده ايه ده بالظبط، لان الواحد ما عادش فاهم حاجه. ده ايه ده بالظبط يا جدعان، حد فاهم حاجه؟ الحاجات دي ماليه شط بورسعيد النهارده، اهو الميه خضراء اهي، الميه كلها خضراء دي، انا مش عارف ده ايه ده، ده تلوث ولا ده ايه ده بالظبط. الخبراء طلعوا وطمنوا المواطنين وقالوا لهم انه تغير لون المويه طبيعي وسببوا تجمع طحالب على شط البحر، والموضوع ما له اي علاقه بالاعصار ولا الحاله الجويه.